احرار نبقى احرار ولو قطعوا رجليا. بالنسبه لهذا الشكل الاحتجاجي اللي كتشاهدوا الان هو اولا تيجي كرد على التوقيفات التي طالت مجموعه من الاساتذه والاستاذات عبر ربوع المملكه، كذلك كيجي استمرارا للحراك التعليمي اللي كتعرفوا اللي كيعرفوا المغرب. ففي الوقت اللي كنا كنتظروا استجابه من طرف الحكومه والوزاره الوصيه لملفنا المطلبي ولمطالبنا العادله والمشروعه، نفاجأ بهذه التوقيفات، خصوصا على انها اتت بعد نجاح مسيره وطنيه مركزه مدينه الرباط. نفاجأ يعني توقيفات التي نعتبرها كانت جاهزه وطالت مجموعه من المناضلين ليلا توصلوا يعني بهذه التوقيفات اللي الهدف منها هو تني رجال ونساء التعليم على استمرار في المطالبه بمطالبهم العادله والمشروعه. احد الموقوفين في هذا في هذه التوقيفات التي طالت الكثير من الاساتذه عبر ربوع الوطن، وكانت في الحقيقه بالنسبه الينا رغم انها كانت محتمله، لكن الحقيقه اننا ما كنا ننتظر مثل هذه التصرفات التي نعتبرها في الحقيقه تنم اي تعقل ولا عن اي رزانة ان يصدر هذا من الوزاره الوصيه وان يصدر من الحكومه. هذا في الحقيقه عيب وعار، وان يصدر امام مرأة ومسمع في الوقت الذي كنا ننتظر فيه ان يتم حوار جاد ومسؤول مع هذه التنسيقيات التي تمثل الجماهير الاستاذيه. نتفاجأ اليوم بهذه التوقيفات، هذا في الحقيقه مشكل مفضوح ونتأسف له كثيرا. التلاميذ والتلميذات في هدر مدرسي طال زمانه اكثر من 3 أشهر. من بين 5 اساتذه واستاذه، وما هذا التوقيف الا تعسفا في حقنا، اذ اننا قد اخذنا حقنا المشروع بتجسيدنا لاضابات نادت لها مجموعه من المكونات المناضله ميدانيا ليتم تكييف هذه الاضرابات وهذه التجسيدات الى غيابات متكرره وغير مبرره، وهذا ما لم يخول القانون ولا المشرع للاداره ان تطبقه علينا باعتباره شططا في استعمال السلطه. نحن هنا اليوم في وقفه نندد بالقرارات التعسفيه التي اصدرتها المديريه الاقليميه، ونقول لها ان هذه القرارات التعسفيه لن تثني الاساتذه عن مواصله مطالبتهم بحقوقهم المشروعة والعادلة. هذه التوقيفات في الحقيقة ما هي إلا رد فعل يعبر عن العجز، عن عجز الحكومة وعن عجز وزارة التربية الوطنية عن إيجاد حلول ملموسة وعادلة لأزمة التعليم وأزمة المنظومة التعليمية وأزمة الشغيلة التعليمية. الأساتذة والشغيلة التعليمية بشكل عام تطالب وتحتج من أجل مطالب مشروعة، فإذا بالحكومة عوض أن تستجيب للمطالب العادلة ومطالب الفئوية لأسرة التعليم، فإذا بها تصدر قرارات توقيف على شكل توقيفات في حق مجموعة من الأساتذة ومجموعة من المناضلين، ظنا منها أنها بإسقاط المناضلين أو بتوقيف المناضلين فإنها ستنهي المعركة، وهي في الحقيقة واهمة في هذا الأمر، فإن المعركة تزداد تأجيجا وتزداد تصعيدا بتوقيف الأساتذة، لأن كما نعلم الأساتذة جسد واحد، إذا تم توقيف أستاذ واحد فإن الأساتذة يعتبرون أنفسهم جميعا موقوفين وأنهم ضحية قرار تعسفي. لذلك فإن الانتفاضة ستستمر وإن حراك التعليمي لن يتوقف عند هذه النقطة. التوقيفات لن توقف على المعركة، ما الذي سيوقفها؟ ستوقفها الاستجابة العادلة والاستجابة الآنية لكل مطالب الشغيلة التعليمية. يبقى حر دربو درب الكرامة، أستاذ حر يبقى حر دربو درب الكرامة، أستاذ حر. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.